السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجم منتخب الجزائر يتورط في مشكلة جديدة تهدد مستقبله. أتمنى من أخوات الحضور وضع اللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا. طبعا هذا ثلاثي المنتخب الجزائري بغداد بونجاح ويوسف بليلي وياسين برهامي. تورط النجم الجزائري يوسف بليلي في مشكلة جديدة قد تؤثر سلبيا في مشواره الكروي وتهدد طموحه في بعث مشواره مع المنتخب الجزائري الذي يسعى للمشاركة معه في كأس إفريقيا 2023 في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، كذلك مع فريقه مولودية الجزائر الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت مصادر موثوقة لونون إن بليلي إن بليلي تورط في مشاجرة جماعية شهدت استعمال الأسلحة البيضاء وذلك بالحي الذي يتقن فيه بمدينة وهران غربي الجزائر، مضيفا أن الأحداث وقعت ليلة الخميس إلى الجمعة واستمرت حتى الساعة الأولى من الصباح. وحسب المصادر نفسها فقد تم اقتياد اللاعب الجديد للفريق المدية إلى مركز الشرطة قصد سماع أقواله رفقة الضالعين معه في المشاجرة وكذلك الأطراف الأخرى المتورطة في هذه الأحداث وهم جيرانه بحسب شهود عيان. وصفت المصادر ذات الأحداث التي وقعت بالعنيفة تسببت في وقوع إصابات متفاوتة وتخريب بعض الممتلكات، جعلت الشرطة تتدخل لفض النزاع في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات الشرطة والعدالة الجزائرية. وشهدت مسيرة بلاي الكثير من المشكلات التي أثرت فيه وفي مستواها خاصة الانضباطية نفسها مع الأندية التي لعب معه، وأبرزها إيقافه 4 سنوات في 2015 بعد ثبوت تناوله مواد محظورة قبل أن تخفض عقوبته إلى 2 سنين في 2017 إذا عاد وقتها إلى الميادين. ويمكن